بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وأعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لفخامته وشعب الجزائر الشقيق وأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأشاد جلالته بالدور الذي اطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وخدمة وطنه وأبناء شعبه وقضايا الأمة العربية